الحضور ديالنا اليوم الى مدينه الرباط كيندرج في سياق الموقف الصريح ديال نقابه المحامين المغرب المضمن بالبيان الذي أصدرته النقابة يوم أمس بدعم جميع الأشكال النضالية التي تأخذها الإطارات المهنية احتجاجا على سواء ما تضمنته المسودة أو في ارتباط بتطورات الملف الضريبي. إذن الحضور ديالنا اليوم هو في إطار الدعم وفي إطار المساندة لهذا الشكل النضالي الذي دعت له فيدرالية جمعية اتحادات المحامين الشباب بالمغرب. والواقع يعني الانخراط ديالنا في هاد الدينامية التنظيمية جاي من كينبع من كوننا نتقاسم نفس التقييم ونفس الوضع الحالي، لأننا احنا كذلك كنقابة نعتبر أنه اليوم هناك هجمة شرسة وهجمة ممنهجة على مهنة المحاماة. تعددت وتوالت حلقات هذا الهجوم الممنهج، بدءا من الإعلان على الامتحان في تنكر صريح وصارخ لجميع المطالب اللي عبرت عليها الإطارات المهنية واللي عبروا عليها هيئة المحامين واللي عبرت عليها جمعية هيئة المحامين المغرب، من ضرورة إخراج المعهد ديال التكوين إلى حيز الوجود، لأن في الوقت اللي كنقولوا إحنا خص تنظيم الولوج راه ماشي بالمنطق الفئوي كما يدعي البعض يعني عن جهل. إحنا ماشي ضد ولوج أبناء الشعب المهنة، ولكن خصهم يوفروا لهم الظروف والشروط ديال التكوين وديال التمرين. راه عندنا مازال اليوم الناس اللي حاصل على شهادات الأهلية من الفترة السابقة ومازال ما لقاوش في مكاتب فين يتمرنوا. خص يكون الإعلان، خص يكون الولوج مرهون بالبلورة ديال الحاجة الموضوعية ديال واحد كل هيئة على حدة. اليوم كذلك هذه المسودة المقتضيات التي تضمنتها هي مقتضيات أرادت أن تعود بنا إلى الخلف، أن تعيد النقاش بصدد القانون المهنة إلى واحد الفترات زمنية ربما ما بقتش عندنا شي دولة في العالم اللي عندها هذه الأنظمة. لان في الوقت اليوم اللي نتنكروا الجميع المطالب ديال المحامين اللي من شأنها انها تعطينا مهنه حداثيه، مهنه قويه، مهنه مبنيه على الاستقلاليه، مهنه اللي غادي نقوي فيها الحصانه الدفاع، كنلقاو اننا كنتراجعوا على جميع هذه المقتضيات وكنجيبوا مقتضيات جديده من شأنها انها تسلب المحاماه الاستقلاليه ديالها باعتبارها هي العمود الفقري للمهنه. راه ما يمكنش نهضروا على 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 مهنه المحاماه بدون ما نقويو استقلاليتها. هاد المطالب كذلك حنا اليوم ملي كنطالبوا بمهنه، وهذا اللي خصو يفهم المواطن المغربي، خص الشعب المغربي يفهم بان المعركه ديال المحامين اليوم راه ماشي معركه محكومه بمنطق فئوي ضيق، او اننا بغينا نكونوا خارج القانون، او اننا بغينا نكونوا خارج المنطق ديال المؤسسات او المنطق ديال الدوله. حنا اليوم في الوقت اللي كنخوضوا هذه المعارك ندافع عن محاماة قوية من شأنها أن تؤمن الولوج العادل والولوج المستنير للعدالة بالنسبة للمواطن، لأن إذا كان دفاع ضعيف راه ما غيمكنلوش يأمن دفاع في المستوى لهذا المواطن. كذلك هذه الحلقات ديال استهداف المهنة جات آخرها اليوم هو ما تضمنه المشروع ديال القانون المالية ديال 2023 اللي كيعتبر أن المحامون بحالهم بحال التجار، وقرر انه يرفع الضريبه على القيمه المضافه من 10% الى 20%، وهذه الضريبه على القيمه المضافه راه كيخلصها المواطن ماشي كيخلصها المحامي. راه في الوقت اللي كيجي المواطن باش يؤدي الاتعاب المحامي راه تضاف على ديك الاتعاب المبلغ ديال الضريبه على القيمه المضافه، مع العلم ان هاد المقتضيات اللي تضمنها المشروع ديال القانون الماليه لا تسير وفق المنطق اللي تضمنوا مشروع القانون ديال الماليه ديال سنه 2023. في الوقت اللي كنلقاو محاباه الشركات الكبرى في النساب ديال الضريبه اللي كانوا كيخلصوها وتخفيضها، كنلقاو الاستهداف ديال مهنه المحاماه، لان ما كاينش المبدا ديال المساواه امام المحامون. كيخلصوا الضرائب اليوم، كيخلصوا الضرائب خلافا لما يدعيه وزير العدل، كيخلصوا الضرائب. اغلب المحامون مكاتب المحامون كتخلص الضرائب ولا ما كانش شي واحد كيخلصها راه ماشي فوق القانون. حنا كنطالبوا بعداله ضريبيه تراعي كون مهنه المحاماه هي اولا وقبل كل شيء هي رساله انسانيه. خصنا مقتضيات ضريبيه تستجب لهذا الاعتبار الانساني، لان لا يعقل اليوم انني غادي نجي ونفرض على المحامي تطبيق على الضريبه. ملي كنقول المحامي راه من خلاله على المواطن. واش دابا يعقل؟ هل يعقل اليوم ان امراه
اللي غتجي عند المحامي باش تقدم دعوة ديال النفقة. محامي خصو يخلص رسم ديال 300 درهم كتسبيق على الضريبة، والشركة اللي غادي دير دعوة في محكمة تجارية في الدار البيضاء يمكن تطلب فيها الملايير غادي تخلص كذلك 300 درهم. راه الملفات ليست متشابهة، والقيمة ديال كل نزاع ما يمكنش أننا نخضعوا جميع الملفات إلى تعريفة واحدة. أكثر من هذا، مثلا في حالة من كيوقع خطأ في حكم، خطأ مرتكبه لا محامي ولا مواطن، ارتكبه قاضي، أنا كمحامي ملزم باش نمشي للمحكمة وندير طلب إصلاح هذاك الخطأ المادي. واش القاضي خطأ في الحكم وأنا عاود خصني نخلص تسبيق على الضريبة ديال 300 درهم؟ راه لا يعقل، راه لا يعقل. هاد المقتضيات الهدف منها هو تضييق الخناق على القدرة الشرائية للمحامي، القدرة الشرائية للمواطنين، والتقييد في الوقت اللي احنا كنرفعوا الشعار ديال تأمين الولوج العادل والولوج المستنير للعدالة، في الوقت اللي اليوم احنا كنا كنطالبوا بإلغاء الرسوم القضائية، الرسوم القضائية التي تثقل كاهل المتقاضين، لأن في الوقت اللي مثلا عندنا اليوم ضحية ديال اغتصاب ومشات تنصب طرف مدني في الجنايات، هي مطالبة باش تخلص الرسم الجزافي قيمة ديالو 500 درهم. كنقولوا اليوم بأن الرسوم القضائية هي رسوم مجحفة، مجحفة وتحد. شحال من واحد ما كيمشيش للقضاء كيدير بنقص، علاش؟ لأن ما عندوش باش يخلص الرسوم القضائية. حنا في الوقت اللي كنقولوا ودي هاد الرسوم القضائية اللي خصها تلغى كما هو الشأن معمول به في العديد من الأنظمة المقارنة، وأقربنا يمكن ناخذ المثال غير ديال إسبانيا، في إسبانيا ما كاينش رسوم قضائية، كتمشي كدير الطلب تكون القيمة ديالو كيف ما كانت، لا تؤدي أي رسوم قضائية. في الوقت اللي ما كفناش هذا الضغط على المواطنين ديال الرسوم القضائية، غادي نزيدوهم كذلك هاد الضرائب، رفع القيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 20% بدل 10%، وكذلك فرض هاد الاقتطاع من المنبع. هذا كان شعار غير للتوضيح، هذا كان شعار كانوا رفعوه المحامون في واحد المرحلة، ولكن ماشي ناخذوا الشعار ونفرغوه من 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 محتواه ومن التصور اللي كانوا كيطرحوه به المحامون، ونلبسوه لبوس مغاير ونقولوا راه المحامون كانوا كيطالبوا بالاقتطاع من 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 المنبع، ونجي ونفرض 300 درهم يخلصها المحامي نيابه على الموكل كتسبق على 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 الضريبه، و400 درهم في المرحله الاستئنافيه و500 درهم في المرحله ديال النقد. لذلك اليوم المواطن المغربي والمواطنه المغربيه مطلوب منهم انهم يفهموا اليوم أن دفاع المحامي اليوم هو أولا وأخيرا دفاع عنهم، دفاع عن تأمين حقهم في الولوج العدالة. مواطن إلى الضرب غير يمشي للقضاء خصنا نوفروا له الشروط، ماشي نتقلوا الكاهل دياله. معركتنا اليوم هي معركة اللي كتهم المجتمع كله، معركة اللي خص الطيف الحقوقي المغربي ياخذها بعين الاعتبار وينخرط فيها باعتبارها أنها تندرج أولا وأخيرا في معركة القوى الديمقراطية وفي معركة الإطارات الحقوقية من أجل تأمين الولوج إلى العدالة.